خير عسى ما شرش فيك. الحمد لله يا ولدي، انا ما فيني الا العافيه. تطمني يما. بس شكلك تعبانه، في شيء يما؟ اي يما كنت تعبانه، بس اول ما شفتك صرت بخير يما. انت متى وصلت؟ انا توني جيت المطار وجيتش على طول. الحمد لله على السلامه، عسى توفقت يما بشغلك. اي الحمد لله يما، العمر يخلص والشغل ما يخلص. اقول يما ما ادري كنك ما انت مرتاحه هني بالمستشفى، وديك مكان ثاني احسن؟ لا يما بالعكس، انا مرتاحه وما اظن ارتاح باي مكان بهالدنيا كثر ما انا مرتاحه هنا. افهم كلامك ان اسمه لا جات ولا سالت عنك؟ لا يما لا، اسمه جات كل يوم عندي يما. هاي قبلي الحان الحم. تفضلي يما، ما في احد غريب. يا بنيتي ما له لزوم الحين، دواي وصل. ولدي منصور. اهلا وسهلا. سستري خلاص سجل. اسم على مسمى، هذه اللي كلمتك عنها. الوالده ما عندها سيره غيرك. يا خلاص يا كثر ما تمدح فيك، مدحت فيك مدح. وبصراحه انا بديت اغار حتى. ده كثير قوي عليا والله يا حاج. وانت تستاهلين المدح يا بنتي. كفايه وقفتك معي. كفاية انك معي طول الوقت وما انت مخليتني محتاج لشيء. الله يخليك يا بنيتي، كفاية انك خليتيني احب المستشفى وانا اللي طول عمري اكره. كفاية بقى كده يا حاج، انا كده هتغر. لا عايزني تلوميني. اوكي عن اذنك. جزاك الله خير يا بنيتي. منصور ايش فيك يا ولدي؟ لا يما سلامتك، بس ما ادري احس ان البنت هذه كاني اعرفها من زمان. وحتى انا حسيت بهالشيء من اول ما شفته. زي ما اقول يعني اذا تبي شيء. ابي سلامتك يما، تريح البيت؟ لا يما انا بروح الشركه شوي. ليش يا ولدي؟ توك جاي من السفر. روح يا يما، روح شوف مرتك، شوف عيالك، عيب انت لاحق على المؤسسه والشغل. ايه مرته وعياله قلعتهم، وهو من متى يهتم فينا ولا حتى نطري على باله. لو سمحتي لو سمحتي لا تعلي حسك ولا صاخي، احنا في المستشفى ما احنا قاعدين في البيت. هي والله كهالزعل هذا والضجه اللي سويتيها علشان جيت المطار هنا على الوالد على طول، ولا تبيني اخذ منك حذر وتصريح مره ثانيه؟ انت اللي الحين تصارخ يا منصور مو مرتك. لو سمحتي امه، يكون بعلمك هذه امي، واللي ما لها خير فامه ما لها خير بعد. انا ودي انك تجينها وتمارينها وتشوفينها، كان ما جيتها على طول. ومن قال لك انها ما تجي ولا تتصل؟ ايش هالحكي يا منصور؟ خلاص خلصتوا كلامكم؟ وين جواز السفر؟ عطني جواز السفر، عطني اياه. وش تبي بالله بجواز السفر؟ حضرتك مدير امن الجوازات ولا تشتغلين في المباحث؟ ولدك الوين هان عليك ويحبك يا خالتي، ويقول انه توه جايك على طول من المطار، وصل الديره امس مو اليوم. اقدر اعرف عقب ما وصلت من السفر البارح وين رحت ونمت؟ واللي قال لك بالله جاسوسك اللي قال لك، ما قال لك يعني عن خط سيري من البارح لين ما وصلت؟ هذا انت وهذا حياتك، طول عمرك تحب الخش والدس، لكن خير تبي اعرف كلش يا منصور. هيا خلاص جيبي لي الابره. زين ما انا ماشي، امرش بعدين. ما يحتاج وما بيك تجيني. خلاص أنا محتاجة أبكي.